كلمات دي اتقابلنا الوقت اللي هي يعتبر فيو 3 اللي هو امبروفنج ايه لايفز، تحسين حياه ايه الاشخاص. بريليانت اجين بريليانت ها ستوري تيلر نوبلست اوثر رايتر انترتين اجين انترتين فيرب انترتين اللي معنى ايه مسلي بيساوي عندنا اميوز. الفعلين دول بمعنى ايه بقى؟ يسلي. رايت؟ يبقى انترتين او اميوز بمعنى يسلي. اوبينيونز او فيوز بوينت اوف فيو ويش هوب ديزاير ريزون ريموف ها ريورد. قلنا ريورد نوع نوع ينفع يكافئ او مكافئ صادق اونس. تاني يا اخوانا نقرا الحاجات اللي شرط عشان نشتغل في الحصه. صادق بمعنى ايه؟ اونس. وعكسها ديس اونس بنزود ايه بقى؟ يا اس يستحق زياده. الحصه اللي فاتت زياده بتساوي ايه؟ ورد. خدنا الحصه اللي فاتت الجزء الخاص بيه شارل. الجزء اللي فات ده خدناه الحصه اللي فاتت قرا ولا لا؟ نتكلم على ديفيد ايه؟ كوبرتين. ده قرا. نكمل احنا بقى درس الليسننج النهارده. Today millions of people know Charles Dickens for the brilliant book. طبعا كلمات احنا قلناها اتقابلنا تاني الوقت ماشي؟ الصبيان البنات اللي هبص له او بص لها مش معايا في الحصه اقول له اتفضل روح ما تقدرش تاخد شهر 8 مش هاخد شهر 9 مش هاخد منه الشهر ده بس هيمشي هنا او هنا. اللي قاعده بقى هبطانه عيانه مش عارف ايه تقعد كويس الساعه دي يعني تقوم تاخد نفسها وتفضل. احنا قلنا هنيجي في المدارس تعبانين كلنا يا يعني نشتغل يا يعني نمشي كلنا. اللي هبص له هنا او هنا مش معاه في الحصه يتفضل يمشي. Today millions of people know Charles Dickens for يعني عرفوه بسبب the brilliant books that he wrote. احنا نعرف ديكنز عشان ايه؟ الكتب اللي هو ايه؟ كتبها. Brilliant books يبقى جاي الكلمات دي اللي موجوده عندنا دلوقتي that he wrote. He was a great storyteller. يعني كان كاتب روائي عظيم. احنا بناخد الكلمه اكتر مره عشان نثبتها قبل ما نحفظها. But Dickens didn't only want to entertain people. يعني entertain. لما يجيب لنا نفي هنا النفي بقى didn't. لما نترجم الجمله دي عاوزين نفهم. بقول But Dickens didn't only want to entertain people. لم يكن فقط يريد ان يسلي ايه؟ الناس. يبقى هو كان عاوز يسلي الناس ولا مش عاوزها؟ عاوزها. عاوزها. بس زائد حاجه ثانيه. يعني النفي بتاعنا ده لازم افهمه. يعني واخدين في الاعدادي نوت اونلي بات اولسو ليس فقط لكن ايه؟ ها؟ ايضا ما خدناش التعبير ده؟ نوت اونلي بات اولسو رابط يعني مثلا في تريجر ايلاند القصه بتاعتها احنا خدنا فيها ايه؟ فصلين. ممكن اقول دكتور ليبزي از نوت اونلي ا دكتور ليس فقط ايه؟ دكتور بات اولسو ماجستريت يعني ماجستريت حسنا احنا قلنا حاجه يا فندم يعني ماجستريت هو دكتور ولا مش دكتور؟ دكتور زائد هنا الجزء ده برضه بقول ديكنز didn't only want to entertain people ما كانش عاوز بس يسلي الايه؟ الناس يعني كان هدفه التسليه برضه زائد with his books he also wanted كان عاوز ايه بقى الجديد؟ to change their opinions زي ما شرحنا في الحصه اللي فاتت عاوز يغير ايه؟ عاوز يخلي الناس كده to pay attention to تنتبه ل the poor دور كلاس اللي هي الطبقه اللي بقى الفقيره او نقول مثلا ذا هومليس يعني ايه؟ المشردين. يس. تو تشينج ذير اوبينيونز اباوت ذا وورلد يعني يغيروا ايه؟ ارائهم في العالم. ذي ليفد ان هي هوب كان بيتمنى كده هيز ريدرز would then do something to make the world a better place. عاوز القراء يعملوا حاجة عشان يخلي العالم a better place يعني ايه؟ انت واخد قبل كده في الاعداد ان جود يعني ايه؟ جيد. ولما تيجي تحطها مقارنة تبقى بيتر يعني ايه؟ افضل. وذا بيست الافضل. دي الصفات طبعا الصفات محايدة صفات بس او مقارنة او ايه؟ او تفضيل. يعني عندي جود يعني لما اجي اقول جود ونيجي بقى نصرفها
هتبقى بيتر ذان. بيتر ذان ادم يس. بيتر مع كلمة ايه؟ ذان. ذان زائد ايه بقى؟ ذا بس. ده يعتبر تصريف الصفة أو أشكالها يعني. جود يعني حسن أو جيد. بيتر ده يعني ايه؟ أفضل من. وطبعا ذا بس يعني ايه؟ الأفضل. يقول لك عاوز القراء يخلوا العالم ده مكان أفضل للمعيشة فيه. مكان ايه بقى؟ أفضل. خد هنا كلمة ايه بس؟ بيتر من غير ايه الوقت؟ ده لو رجعنا لها كده تاني قول كده to make the world a better place. مكان ايه بقى؟ أفضل. يعني أفضل اللي هو فيه يعني بيقارن ما بين المكان اللي احنا فيه الوقت أو العالم، والعالم المفروض هيبقى شكله ايه؟ يبقى ده مقارنة. يبقى بيتكلم هنا عن معلومات عن تشارلز ايه؟ ديكنز اللي كتب لنا قصة الحصة اللي فاتت اللي هي ديفيد ايه؟ كوبرتيلو. ديكنز واز موست انترستد ان، كان يعني مهتم اكتر ان هيلبينج بور تشيلدرن، اطفالهم. بيكوز اوف هيز اون ديفيكالت تشايلد هود، بسبب طفولته هو اللي كانت ايه بقى؟ صعبه. يعني ايه تشايلد هود؟ طفولته. وكلمه اون يعني طفولته الخاصه ايه؟ به. يعني الكاتب نفسه اللي بيكتب لنا قصص عن الفقراء هو نفسه كان ايه؟ فقير. ده اللي نفهمه هنا تاني. ديكنز واز موست انترستد ان هيلبينج بور تشيلدرن because of his own difficult childhood، بسبب طفولته الايه الصعبه. وين هي واز 12 وعنده 12 سنه، ده حاجات حقيقيه بقى عن الكاتب مش القصه. وين هي واز 12 years old تشارلز فادر، والده واز سنت تو بريزون، راح ايه بقى؟ سجن. اودع السجن، اتاخد السجن. قلنا الحصه اللي فاتت لما يكون الشخص رايح للمكان من اجل الايه؟ الغرض نفسه، بناخد المكان بدون ده، بدون ايه؟ ده. هو رايح يتسجن عشان عليه ديون يبقى بريزن، ورايح المستشفى يتعالج او يعالج يبقى هوسبيتال، ورايح المدرسه يتعلم او يعلم يبقى ايه؟ سكول. من غير ايه؟ ذا. امتى تظهر ده مع لو كان الشخص فيزيتور، يعني ايه فيزيتور؟ ذا. انت رايح المدرسه يبقى اي جود سكول، انا بروح مدرسه افري داي او اي جود سكول امبوينت. طب والدك راح يسال عليك؟ My father went to school or that school. To ask about my marks, يعني درجات مثلا or things like this. هنا بقول بريزن لايك ديفيد كوبرتيلز، بقول زي قصه ديفيد هي هاد تو ليف سكول اند ورك. يعني اللي حصل لديفيد حصل لتشارلز اصلا. To support his family. لدعم ايه؟ عائلته instead. دابور لو اوف 19، كان في قانون في انجلترا اسمه دابور لو، قانون ايه بقى؟ الفقراء، يعني كان بيدوهم مثلا سبورت عانة مالية مثلا، بقول دابور لو اوف 1834 في القرن ال 19 ريموف ذا سبورت، يعني ريموف قانون الفقراء السنة دي سنة 1834 شال الدعم، شال ايه؟ الدعم. سبورت هنا معناها الدعم، كان بيدوا لهم دعم مثلا مادي او عيني كده. For most poor people so their lives were hard. هم اصلا حياتهم كانت صعبه. بدهم دعم، طب الدعم ده ايه؟ شاف. يبقى الحياه نفسها كانت هارد يعني اصعب. وين هي رود ديفيد كوبرفيلد لما كانت سنه ديفيد كوبرفيلد between 1849 and 1850 ديكنز wanted to show us، كان عاوز يورينا كده that not all poor people were bad، يعني مش كل الفقراء ايه؟ سيئين. Like his father Mr. Micawber، مستر ميكاوبر ده اللي هو راح عنده ديفيد كوبرفيلد وبعدين راح اتسجن. went to went to prison، راح ايه بقى؟ سجن. because he had no money، ما كانش عايز ايه؟ اموال. but after he left prison he wanted to help David because he was a good man. in Dickens books people who worked hard were also often rewarded، يعني بيشتغل بجد دايما ايه؟ يكافئ. in the end، في النهايه. For example at the end of the book David Copperfield becomes a writer. بقول لك في نهايه القصه كده ديفيد نفسه بيصبح successful writer، يعني كاتب ناجح. ديكنز also wanted to say that كان عاوز يقول rich people needed، كانوا ايه؟ محتاجين to do something to help the poor. The poor هنا يعني بقى؟ فقراء. يبقى لما قلت ذا وصفه ادينا الايه؟ الفئه كلها. The poor الفقراء the rich الاغنياء the famous المشاهير ماشي. لما قلت the disabled يعني ضعيفين things like this. Dickens also wanted to say that rich people needed to do something to help the poor. In David Copperfield a man called Mr. McField اسم واحد يعني helps David by giving him a room حجرة. Dickens thought that people like Mr. McField were honest and good and deserved يعني اللي deserve هنا يستحق to be rewarded. Other people in the book ناس تانية on the other hand were bad and had an unhappy life.
برضو جاي لنا الجزء الثاني خاص برضو بالتكست بتاع الوحده الثالثه. نقول ايه بقى شخصيه يعني؟ كاركتر اسمها كاركتر. الشخصيه في الكتاب كاركتر اللي هو اقصد شخصيه الفرد نفسه ممكن يقول بيرسوناليتي جاي من كلمه ايه؟ بيرسوناليتي. يس. انيوجوال او انكومن. ها؟ ها؟ اي ها؟ ديتس اسمها ديتس. لازم الحاجات ده فن تبقى معاه. يعني ايه اعمل ده؟ ورك فور. ده حصل ورك فور وممكن تاخد حروف ضرب. ارادس. ميزرابل. ها؟ اوبورتيونيتي او شانس. يعني ايه سعيد حظ؟ لاكي. يس. طيب دي اخر حاجة في التكست كده. جزء بسيط كده اخر حاجة في التكست. بول ذا بوك كاركتر. بول شخصية ايه؟ الكتاب. يبقى لو شخصية داخل الكتاب يعني يقصد بقى ايه؟ كاركتر. بول ذا بوك كاركتر ديفيد كوبرفيلد وينت تو ورك وين هي واز 10 years old. يعني كان عنده 10 سنوات لما راح الشغل كده. ان ذا 1980s ات واز نوت انيوجوال. كان غير ايه؟ عادي. بس دي منفية. هو كان راح الشغل وعنده كام سنه؟ 10. القطعه دي لما اجي نراها كنت فاهمينها عشان زي اخر السنه بيقول لك قطعه فاهم. لا اولى وثانيه قطعه والثالثه يجي قطعتين. لما يقول ات واز نوت يبقى الايمان فيها مش بدا مع كلمه ايه؟ انيجوال. ايه انيجوال يعني ايه بالعربي؟ غير معتاد. وغير معتاد دي فيها؟ غير معتاد ولا معتاد؟ It was not unusual. لم يكن الامر غير ايه؟ معتاد. يعني الامر كان ايه؟ معتاد. يعني كان عادي جدا الاطفال يشتغلوا في السن ده في الوقت ده. يعني الجمله دي It was not unusual بتساوي في اللغه العاديه It was usual. يعني كان usual عادي جدا يشتغلوا في السن ده لان الوقت هي unusual مع كلمه ايه بقى؟ not. يبقى المفروض اشيل النف واشيل يو ان تبقى It was ايه بقى؟ usual. For children to work at this age. age يعني في السن او العمر ده. In England. Poor parents didn't have the money to send their children to school. بيقول لك الفقراء ما كانش عندهم الايه؟ الاموال لارسال اولادهم للمدرسه. They often needed their children. كانوا محتاجين اطفال كده to earn money or they couldn't pay. يعني earn money يكتسب ايه؟ اموال. حسب فرقنا من earn وwin ها وgain وbeat وايه وdefeat. يبقى ايرن ماني يعني كان عاوزين اطفال يشتغلوا في اي شغله بسيطه عشان يجيبوا فلوس بدل ما يدوهم المدرسه يعني المفقر يعني. تو ايرن ماني اور ذي كود نوت باي ذير بيتس. يعني الاطفال يشتغلوا والا الناس الكبيره دي مش هتقدر انها باي ذير بيتس. يعني تسدد ايه بقى؟ الديون. يعني ما كانش بيبعتوا الاطفال للمدارس. فاكتوريز المصانع لايكد تو هاف تشيلدرن وركينج فور ذيم. يعني بيقول المصانع كانت بتحب الاطفال يجوا يشتغلوا عندهم ليه؟ because they didn't need to pay them as much as they paid adults. يعني adults. ايه اللي انت فاهمه الجمله دي؟ مصانع بتحب الاطفال شغلوا عندهم. ليه بقى؟ السبب they didn't pay them as much as they paid the adults. يعني ما بتدفعوش لهم زي مين؟ يعني بياخدوا فلوس بقى مور ولا لس؟ لس. ده لازم بس مستور. يعني بياخدوا ليس دان يعني اقل من ارض. يعني ممكن يعني يكتفي كده بفك. امال لو جه واحد كبير هياخد مبلغ كبير اكتر من الطفل. The children could also do some things that the adults couldn't do. ولكن الاطفال ايه اللي بيخلي المصانع تشغل الاطفال برضه؟ الاطفال بيعملوا حاجات children couldn't do. يعني البلدان ما يقدرش. يعني زي ايه بقى؟ For example they were small. كان اجسامهم صغيره. So they could go under machines. الاطفال في المصانع ممكن يدخلوا تحت ايه؟ لان جسمهم صغير نحيف ممكن يدخل تحت الاله وفيها مشكله غير الراجل ايه بقى؟ ادلت اللي هو الايه؟ البالغ او الكبير. وين دي بروك لما الحاجات دي تتكسر من الالات يعني. ذا تشيلدرن كسر او تعطل يعني. ذا تشيلدرن وير اوفن ميزرابل. كانوا ايه؟ تعساء. ذي وركت فيري لونج اورز. اشتغلوا ساعات طويله جدا. اند موست اوف ذيم هاد نو اوبورتيونيتي. ما كانش عندهم ايه؟ فرصه تو امبروف ذير لايفز. ليه؟ تحسين الحياه. However, some children learned a skill. قلنا skill يعني تعلموا كده مهارة. When they worked, they were the lucky ones. هم بقى المحظوظين. As they this new skill helped them to get better jobs. وظائف تبقى أفضل. When they were older. يبقى الوحدة الثالثة عشان نفهم المعنى هو بيتكلم إزاي إن الكاتب يقدر إن هو reveal ينقل أو يكشف the problems of the society.
الكاتب عندنا بقى الانجليزي من تشارلز ايه؟ ديكنز. كتب قصص ما ديفيد ايه؟ كوبرتين عشان يخلي الناس كده بي اتنشن تو تنتبه تخلي بالها ذا بور كلاس يعني الطبقه هي الفقيره او دومليس يعني هي مشردين ان تو سبورت ان هم يدعموهم يعني. هنيجي لبعض الكلمات الفرق بين الكلمات كده بقول ازاي تفرق بين كلمه ورك جوب كارير بروفيشن الكلام ده لغايه ثالث سنه تاخدها بالجزء ده ورك لو جت بمعنى عمل او شغل لو كتبنا كده كلمه ورك بمعنى عمل او شغل وممكن برضه تكون مكان العمل انا لسه شغال على السبوره محدش اشتغل بحاجه تانية في الكتاب ولا حاجه يبقى ورك هنا معناها عمل او ايه او شغل او مكان لو جت بالشكل ده هتبقى عندنا uncountable يعني ايه uncountable غير معدوده يعني ما تاخدش ايه وما تاخدش ان ولا يضاف لها ايه اس دي معنى انها غير معدوده ما تاخدش الكلام ده خالص ما تاخدش ايه او ايه او ايه او اس يبقى ورك لو جت عمل او ايه او شغل او مكان ايه شغل ماشي لما اقول كده وينز يور فادر والدك فين اقول كده ماي فادر از ات وير هو فين في العمل في الشغل يبقى ده ما اقدرش اجمعه طيب امتى كلمه ورك انا خليها بس نفس الشريحه دي لو عندي كلمه ورك خدت ا في الاول اوضف لها ايه اس بيبقى ده معناها عمل فني عمل ايه ممكن العمل ده يكون عمل ادبي عمل ادبي او عمل ايه بقى فني او هندسي دي في الحاله دي تاخد ايه بقى وتاخد اس طيب لو قلت كده ايجن هاز جوت مصر تمتلك مصر لديها اميزنج وركس اوف انجينيرنج عمل هندسي رائع هنا بقى هنا عندنا كلمة اميزنج وراها كلمة ورك ولا وركس؟ ايجيبت هاز جوت اميزنج ورك ولا وركس؟ انا ليه ضبط لها اس؟ عشان هنا بقى مش معناها شغل ولا عمل معناها اعمال ايه بقى؟ هندسية لما اجي اترجمها اقول تمتلك ايه؟ مصر اعمال هندسيه رائعه يبقى لما اقول مثلا اعمال نجيب محفوظ مش نجيب محفوظ ده كاتب اعمال وركس اوف ايه نجيب ايه محفوظ وركس اوف ايه نجيب محفوظ يعني بناخد اعمال ادبيه او فنيه او ايه او هندسيه دي اول كلمه كلمه ايه ورك جوب دي بتاخد وتضاف لها اس يبقى دي كاونتبل يعني معدود دي وظيفه لو انا ببحث عن وظيفه يطلق عليها ايه؟ جوب لو انا بروح الشغل كل يوم يبقى ورك لو واحد جوبلس بلا ايه؟ عمل هيتقال الجمله اللي على الصفار دي الجملتين دول هيخليكم تقدروا تفرقوا ما بين جوب وورك ورك يعني مكان العمل او عمل او شغل وانكاونتبل غير معدود لو ضفت لها اس او ضفت لها ايه يبقى اعمال ادبيه هندسيه فنيه خلاص؟ امال هنا جوب تاخد ايه؟ وتاخد اس يبقى اكاونتبل يعني ايه؟ لما اقول كده عالي از looking for a job a job ولا اوام؟ علي بحث عن ايه؟ وظيفه هنا لازم بقول في الاخر ايه بقى؟ a job طب علي جاب وظيفه يبقى وبروح الشغل كل يوم يبقى علي بروح الشغل لازم تو ويكس يبقى علي جوز تو جوب ولا تو ورك؟ تو ورك باي ايه؟ باي باص يبقى جوب هنا ممكن ناخدها كاونتبل طيب امتى
جوب و ورك بتدي ذا سيم مينينج يعني نفس المعنى. امتى الاثنين بيتساووا مع بعض؟ بيتساووا مع بعض لما يكون واحد عنده شغل كتير ويعني بيزي يعني مشغول. لما انا اكون مشغول بقى اقولها بطريقتين، واحدة بورك وواحدة كده جوب، والاثنين بدون ذا سيم مينينج نفس المعنى، بس في حالة لما اكون مشغول بس. قال ازاي؟ امتى يعني هيبقوا ذا سيم مينينج؟ I have got a lot of work to do. التعبير ده I have got a lot of work. هنا work برضو يعني noun يعني، وقدامها دلوقتي انا ضفت لها اس، يبقى a lot of المفروض ضفت لها اس لو الكلام ده معدود، لو ايه معدود. امال دلوقتي عملتها انها ايه؟ غير معدود. غير معدود. انا عندي النهارده شغل كتير، I have got a lot of work to do، معناه ان الشخص ده بيزي يعني بيزي مشغول. طيب ازاي بقى ابين ان انا مشغول؟ بطريقه ثانيه مع ايه؟ مع جوب بنفس الجمله اقول I have got a lot of فوق ايه دلوقتي؟ work. انزلها ايه بقى؟ jobs. لان a lot of هنا جوب ايه؟ معدود. شغل جوبز. والاثنين ذا سيم مينينج يعني حتى ما كنا مشغول ابين ان النهارده مش فاضي لاي حد. اي هاف جوت ا لوت اوف ها جوبز ها تو دو. يبقى الوقت احنا خدنا ايه الوقت هنا؟ جوبز. وفوق والاثنين ذا سيم مينينج ده بيساووا بعض في الحته دي بس. طيب في عندنا الكلمه الثانيه لما اقول كارير، اسمها يا اولاد؟ كارير. دي معناها حياة مهنية. هي ايه؟ مهنية. يا اما الشخص بدأها أو لسه ايه؟ هيبدأ. الاثنين صح. يعني لما واحد مثلا خلص حاجة معينة وبعدين بص على حياته كلها، يعني حسام حسن ده ريتاير اعتزل. عاوز أقول كده حسام حسن كان عنده حتى بالعربي صناعة المحلية يقول لك كارير. يعني على حقيقة بقى مهنية. يعني حسام حسن لو خدناها جملة كده، حسام حسن هاد يعني كان له a successful career، يعني ايه؟ حياة مهنية ناجحة as a footballer ك يعني footballer لاعب ايه بقى؟ كرة قدم. يبقى انا وصفت كده حياته بصيت لها كلها واخدت كلمة دلوقتي ها كارير. يبقى حسام حسن هاد ا سكسسفول، يبقى المفروض نكتب هنا بقى في النص هنا نكتب هنا بقى كارير. تتكتب هنا كده كارير يعني حياه ايه؟ مهنيه از ا فوتبولر. يبقى كارير حياه مهنيه، يا اما الشخص بداها او لسه ايه؟ بداها. طيب عندي الكلمه الاخيره بروفيشن. دي معناها مهنه بتحتاج لحاجتين، تريننج يعني تدريب، وسكيل مهارة، وممكن كمان اكسبيرينس خبرة. يعني المهنة اللي محتاجة تدريب ومهارة وخبرة يطلق عليها كلمة ايه؟ بروفيشن. ايه اشهر حاجة بتيجي مع كلمة بروفيشن؟ يعني اشهر الكلمات يعني لما اقول مثلا تيتشينج وانزل كلمة ايه؟ ها؟ بروفيشن. يبقى مهنة ايه بقى؟ التدريس. مهنة ايه بقى؟ تدريس. طيب نيرسينج بروفيشن. التمريض. مهنة ايه بقى؟ التمريض. ماشي؟ يبقى عندنا تيتشنج ها؟ نيرسينج. ممكن اقول ان جنرال بقى عام كده ميديكال بروفيشنز. يبقى المهن ايه بقى؟ الطبية. المهن ايه بقى؟ الطبية. يبقى عندنا كلمة بروفيشن هنا مهنة محتاجة تريننج يعني تدريب وسكيل واكسبيرينس يعني ايه؟ طيب خلي بالك احنا بنراجع او بنتابع كده بعض الكلمات. قلت كلمه ورك بمعنى عمل او ايه؟ او شغل. لو جت عمل او شغل تقول انكاونتبل غير معدوده. ماي فاذر از ات ورك. لو ضف لها ايه او ايه؟ او اس. عمل ادبي. عمل ايه؟ ادبي. او فني او ايه؟ او هندسي. ماشي. ايجيبت هاز
has got amazing works of engineering. قلنا job تاخد او تاخد ايه؟ اس الاكونت يعني معدود. علي is looking for a job. طيب امتى الاثنين بيساووا بعض؟ لما يكون واحد عنده اعمال ايه؟ كتير. عنده تاسكس اهم يعني اعمال او مهام كتير عنده النهارده يعني الوقت بتاعه كله بيزي يعني ايه؟ مشغول. اقولها بطريقتين وطريقتين صح. اقول I have got a lot of ايه؟ work. A lot of ايه؟ jobs to do. I have got a lot of jobs to do or I have got a lot of work to do. قلنا كارحة ايه؟ مهنية. هي ما الشخص بدأها او لسه بدأها. حسام حسن had a successful career as a footballer. Professional man تحتاج training يعني تدريب skill مهارة experience على خبرة. Teaching profession, nursing profession or medical profession. الجزء اللي جاي ده ممكن ناخده هنا عادي. بيقول لك ماشين آلة او ايه؟ او ماكينة. امال عندي كلمة تول آلة ايه بقى؟ يدوية. يبقى الالات اللي في المصانع اللي هي كومبليكس المعقدة المعقدة اللي عاوزها بروفيشنال الواحد يبقى مسترد ينفع عليها بقى ماشين. يقول لك مثلا ذا فاكتوري المصنع ده نيدز محتاج مودرن ماشينز يعني ماشين حاجة اتس نوت ايزي تو اوبريت يعني مش سهل ان انت تشغلها يعني محتاجه واحد ايه يكون فاهم بروفيشنال يعني يبقى ماشين ماكينه ولكن تول يعني ايه؟ اداه ايه؟ يقول مثلا كاربنترز تولز ادوات ايه بقى؟ النجار ولا ماشين؟ ادوات. امال لو الورشه بتاعته فيها الات ضخمه قوي يطلق عليها بقى؟ ماشين. يبقى الات اللي هي مانوال يعني يدويه يطلق عليها كلمه ايه؟ تول. بول انسترومنت ادوات قياس عارفين الترمومتر مثلا ادوات ايه بقى؟ قياس اي قياس او ادوات قياس او ادوات طبيب او ادوات ايه بقى موسيقيه يعني انسترومنت يطلق على ادوات ايه بقى موسيقيه بيانو البيانو از ا ميوزيكال انسترومنت ادوات ايه بقى موسيقيه يعني ده موسيقى او ادوات الطبيب الستيتوسكوب اللي هي السماعه مثلا از ا انسترومنت وادوات ايه بقى القياس زي الترمومتر خلاص خدنا كلمه بي بمعنى بقى مرتب او اجر او ايه خلاص امال ويج اجر يوم او ايه؟ اسبوع يعني العمال بياخدوا ويجز اجور ايه بقى؟ اسبوعيا امال سالري اجر ايه بقى؟ شهري يبقى الاثنين دول الفرق بينه اكتر هو ده بيجيش كتير يعني الفرق بين ويج وسالري ان ده مونثلي ده كل شهر معانا يا امير ولا بتنام؟ سالري يعني ايه؟ شهري مرتب بقى شهري امال ويج ممكن اسبوعي ممكن يومي بالساعه خلاص امال في اتعاب ممكن اتعاب دي تكون اتعاب محامي او مصاريف ايه بقى مدرسيه رسم دخول يعني طيب لما الاقي كلمه اروم مع كلمه ايه بقى روم امتى اقول اروم وامتى اقول روم لو جت اروم حجره وجمعها رومز مفرد وين امال لما اقول روم كده سيبرت منفصله مكان او ايه فراغ قريبه من كلمه سبيس يعني سبيس مكان او فراغ يبقى لما الاقي كلمه روم روم انكاونتبل غير ايه معدود يبقى ده معناها اسم لا يعد معناها مكان او ايه او فراغ قلنا الحصه اللي فاتت الجزء ده لما يفوت مستفد ايه بقى مس او يفتقد ايه شخص اي missed ذا ترين اي missed اي هاف missed ذا باص ماشي ذا مترو امال مول اي مس علي سو ماتش يعني بقى بفتقده يعني اي هافنت سين هيم فور لونج تايم يعني اي هافنت سين هيم فور لونج تايم بفتقد شخص معناه اي هافنت سين هيم يعني ايه ما شفتوش فور لونج تايم لوقت ايه طويل لوز بقول يخسر او يفقد شيء او ساعات ايه بقى شخص بس يعني يفقده مثلا ممكن في صداقه او حادث ده الجزء الخاص بلوز ومس الحصه اللي فاتت فرقنا بين دول واخدين وين قلنا وين يفوز او يفوز بي وبيت وديفيت يعني يازم وجين يعني شيء معنوي امال ايرن يكسب مال مقابل ايه؟ عمل زي الحصه اللي فاتت هناخد بس الجديد مش عارف انا قلتها الحصه اللي فاتت ولا لا عندنا كلمه ايرن لما احط لها ايه ار واخدنا ولا ما خدناهاش؟ ها؟ طيب لما اخد كلمة ايرنر يبقى معناها سورس يعني مصدر ايرنر لما احط لها ايه؟ يبقى لها معنيين مصدر او تنفع عائل الاسرة عائل الاسرة الاسرة
خدناه ولا ما خدناه؟ طيب يبقى ده يعني بنثبت بس المعلومه. في عندنا كلمه هارد وهارد وهاردلي. بقول لك هارد ممكن تكون ايه؟ صفه او تكون ايه بقى؟ ظرف بنفس السبيلنج. يعني ممكن تكون صعب او خشن او ايه؟ او نشيط صفر. وممكن تكون ايه؟ بجد او بصعوبه. يعني اقول مثلا هارد كويستشن سؤال صعب ماشي؟ او اقول اتس ريننج هي بتمطر هارد بشده يبقى ده ظرف وده ايه؟ صفر. امال كلمه ايه الوقت دي؟ مضاف لها ايه بقى؟ ملهاش دعوه خالص بالاثنين دول. الميننج فين؟ المعنى. دي معناها بالكاد. يعني ايه بالكاد بالعربي برضه؟ قلما او نادرا. قلما او ايه؟ نادرا. طيب لما ناخدها كده في جمله it hardly snows in Egypt. It hardly snows in Egypt. عندي كلمة الوقت بالعربي ايه؟ نادرا. دي بتساوي في اللغة مثلا scarcely او seldom. يعني نادرا برضه. نادرا ما سنو يعني تسقط قليل في مصر. معنى الجمله كده هي ايه؟ نادرا ما تسقط قليل في مصر. دي معنى الجمله دي اللي هي كلمه هارد. يبقى عندنا هارد لوحدها صفه وممكن ايه برضه؟ ظرف. الصفه تصف اسم والظرف يصف ايه؟ فاعل. امال هارد مالهاش دعوه خالص بهارد اللي فوق دي معناها بالكامل. قول لي بقى ده وايه؟ يعني اقول زبور معناه ايه بقى؟ زبور بيبول. هنا ناخد ايه الوقت؟ وصفة. ذا وصفة بتساوي الصفة وبيبول. يعني زبور بور بيبول. طب ده ريتش؟ ريتش. بس اوعى تاخد ده نحطها هنا تبقى غلط. انا بتكلم ان جنرال بوك ايه؟ هم الفقراء الاذكياء المشاهير المشردين. بقول كل الناس عندي حاجتين. يا اما اقول ذا وايه وصفه بس او صفه زائد ايه؟ بيبول. يعني هنا اقول ذا هومليس الايه؟ المشردين او هومليس بيبول. هومليس ايه؟ بيبول. طب ذا ريتش؟ ريتش بيبول. ماشي. ذا فيموس؟ فيموس بيبول. يعني اقول لك ذا وصفه او الصفه وايه؟ والاسم. نفتح كده الكتاب. Now dream of successful. Yeah. Work, location, career. ولا ماشيين؟ كارير. يعني ايه كارير؟ حياتي. بتلاحظوا كده ان الجمله دي قدامها successful. خدت ايه دلوقتي؟ كارير. ممكن في الجمله دي بالتعبير ده اخد جوب. يعني تمشي. زي اسالكم بقى هل هي موجوده في الطلاق؟ لا. طالما كارير بتدخل في معنى ايه؟ جوب. بيجيب ايه بقى؟ واحده بس من. يعني اقول لك يحلم الشباب هذه الايام بحياة مهنية ناجحة او بوظيفة ناجحة. ازيك ما جابش كلمة ايه بقى؟ جوب. يبقى كلمة كارير حياة ايه؟ مهنية. يعمل ولا عمل او شغل. يعني ايه ما تنفعش في الوقت؟ لحسن الوقت هو بيحلمه وهم معاهم وقت وظيفة. لما كنا نحلم بوظيفة ناجحة بعمل ناجح بقى انا موظف ولا لسه؟ انا من شويه لو انا ببحث عن وظيفه يبقى ايه بقى؟ جوب. امال لقيتها؟ ورك. انا دلوقتي رايح المدرسه يبقى اي جو ايه؟
تو ورك هيجو ايه؟ يبقى لما اخد الوظيفة ابحث عنها انا ما عنديش وظيفة يبقى جوب. وما لقيت وراح الشغل اخد بقى ورك زي لو نعمل شوية فورك هتبقى غلط. ورك كأنه عنده ايه؟ عمل. 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 يبقى الحلم جاي ازاي بقى؟ هو بيحلم الشباب الان بعمل او بحاجة يعني ايه؟ يبقى ناخد كلمة كارير. انا لو جبت كارير ممكن مكانها ايه؟ جوب. بس ورك لا ممكن احط مكانها ايه؟ جوب. اللي احنا بنشرحه الوقت ده الفرق بين ثلاث كلمات او الاربعة ده لغاية ثالث ثانوي بنفس اللي احنا بنقوله. This violin آلة الكمان. Musical. أما آلات الإيه؟ موسيقية. أو آلات قبيلة. أو آلات قياس. أو آلات إيه؟ قياس. كلها تاخد بقى instrument. بول ذا بايرن از ماي فيفورت ميوزيكال انسترومنت. خلاص؟ ماي مانثلي از بيت دايركتلي تو سالري. يعني سالري مرتب شهري. عندك قبل ما اقول كلمة مانثلي. شهرية. انا مانثلي؟ شهرية. شهرية. كتابك فين عبد الرحمن؟ زيدو؟ يلا. نقف بس مش شرط. My father is living as. بقول my father is living as an engineer. ناخد اولاد. Ernest. My father Ernest is living as an engineer. قلنا الحصة اللي فاتت Ernest living in the طيب working for about 15 hours العمل لمدة ايه؟ 15 ساعة كده without a break. يعني ايه without a break؟ تابعونا في القراءة ما حدش استعجل في الإجابة. تابعونا في القراءة makes in one راجع على الشخص ايه؟ طيب يعني طيب احنا اتفقنا الصفة اللي فيها ايه؟ ايدي يعني تقع على الشخص بيعاني منها او يستمتع بها مرة ان جي او دائما مسافر. It's not easy مش سهل كده for any Egyptian to break that of محمد صلاح. ريكورد. قلنا الحصة اللي فاتت عن بريك ريكورد. طبعا بريك ذا ريكورد بتساوي في اللغة بيت ايه؟ ذا ريكورد. بريك أو بيت. طيب. Those who much more than they earn are always inhibited. سبين. قلنا سبين ده كان معنا؟ مين سبند بمعنى ينفق ايه اموال ماشي تبقون او يبدا ايه واحد. يعني بقول لك كده دوس سبند ماتش مان اللي بينفقوا اموال اكتر من ما بيكسبوا بيكونوا دايما انهيبيتس. يعني ايه انهيبيتس؟ يعني في ديون ايه كبيره انهيبيتس او يعني غرقان في الديون. يعني اتس فيري يوسفول وين وي جيف يونج تشيلدرن for their good behavior. يعني rewards يعني ايه بقى مكافئات. rewards. number b. actors ممثلين كده should be careful about choosing their. لازم يكون because assumption مثل them. ناخد بقى character. يعني character شخصيات. احنا قلنا اول الجملة يعني actors ممثلين يجب ان يكونوا حذرين في اختيار ايه شخصياتهم لان الاطفال ايميتد. عندكم ايميتد من ترجمه يعني ايه؟ يقلد. ايميتد يعني يقلد. people who the law must be punished. بريك. ها بريك يعني بريك ذا لو يخالف ايه القانون. قلنا الحصه اللي فاتت بريك ممكن تاخد معانا ريكورد يعني ايه حتى رقم قياسي وممكن بريك ذا لو يعني يخالف ايه القانون. طب لما يجي لنا بقى تعبير كده في ترجمه يقول لك لو
قانون يعني في الأول مع كلمة breakers. كسر القانون. الخارجين عن القانون. دي ترجمتها كده. الخارجين. ما هو الخارج على القانون اللي هو بيخالفه عن القانون. خلاص؟ هنا اسمه له ايه؟ breakers. طيب it's not easy class. رقم 7. Yes, I asked my manager. طلبت من ايه؟ for a rise. دي قلت لها حسبت في الشرح هي دي. باي رايز يعني بقى زياده في الاجر، لان باي يعني اجر او مرتب. باي رايز على بعضها ايه؟ زياده في الاجر. امال عندي ويج ده اجر ايه؟ اسبوعي خلاص او يومي. وكلمه بي اي واي دي خليج مالهاش دعوه خالص هنا، وفي يعني اتعاب. وريزاين اخر الجمله دي اخر الكلمه اللي تسالني فيها يعني يستقيل. يعني الفعل الاخير يعني بقى يستقيل. يعني طلبت منه علاوه في ايه؟ في الاجر، والا Yes, or I will resign. I consider myself. يعني بقول أنا بعتبر نفسي كده a man to have such a good family. Lucky man. إنسان إيه بقى؟ محظوظ. Yes. My funny friend allows us with many jokes all the evening. بيمتعنا، بيسلينا بنكت. جوكس يعني إيه؟ نكت. ناخد إيه بقى؟ إنترتين. قلنا في أول حصة إنترتين بتساوي أميوز. تساوي إيه؟ أميوز. مسلي. حتى لما اقول لك وسائل التسليه والترفيه اسمها means of amusement and entertainment. Those who are in heavy، الناس اللي مالها كده are very miserable، تعساء. In heavy ايه؟ debts. الاخيره خالص يعني debts ديون. يعني الناس اللي في ديون ايه؟ كثيره بيبقوا miserable يعني تعساء. Yes. Charles Dickens was a great كان great ايه؟ who wrote many novels and books. ها؟ ستوري تيلر. شوفوا كم مره قلنا يعني ستوري تيلر؟ ستوري تيلر او نوبلست او اوفر او رايتر. ذات هاوس هاز بين، بقول لك المنزل ده هاز بين فور مانس اي ونت تو رنت ات. انا عاوز اجره. يبقى دايما هو يكون ايه بقى؟ ايميج. ايميج يعني فارغ فاضي يعني. نمبر دي. وي اور سكسس نجاحنا تو اور بيرنتس اند تيتشرز. او ايه بقى؟ الاولى ولا الثانيه؟ الثانيه. او يا دين. قلت الحصه اللي فاتوا اللي قبلها ان هو دين مادي او ايه؟ معنوي. نحن مدينين بنجاحنا لوالدينا ومعلمينا. طبعا الجمله دي كده او اللي هي نمبر بي. وي ماست ستوب ذوز هو دو اكتس باي سندنج ذيم تو بريزن. اللي بيعملوا اكتس كريت مورال ليجال كريمنال. كريمنال كريمنال اكتس. كريمنال ايه؟ هكتب فوق بقى كده افعال اجراميه. صفه هنا بقى افعال اجراميه. الجمله دي ممكن تجي لك في ثالثه ثانوي ويسالك عن كلمه كريمنال. انت واخد قبل كده كلمه كريمنال مجرم. لو انا قلت لك كريمنال مجرم يبقى دي ناون يعني ايه؟ اسم. هنا ناون ولا ادجكتيف؟ لازم نفهم الحته دي بس. افعال ها؟ اجراميه يعني متعلقه بايه بقى؟ بالجريمه. يبقى كريمنال في الجمله دي ناون ولا ادجكتيف؟ يعني الوقت اللي انت تطلعه من الحصه دي او النقطه دي يعني ان كريمنال ممكن تجي ناون. هنا ايه؟ ادجكتيف. نكست. I should have gone abroad. كنت هروح الخارج يعني when I was young. It was really amazing. المفروض كنت روح. Miss دي بقى opportunity. اللي هي نمبر دي. فرصة بتساوي chance. The criminal بقول to be punished. هنا بقى criminal بمعنى ايه؟ المجرم. يبقى دي ناون ولا adjective؟ The criminal ها؟ deserves. اللي هي نمبر ايه بقى؟ بي. To be punished. يستحق الايه؟ لا قلنا الحصه اللي فاتت ده بوك يعني زيربس تو بي ريدي يستحق ان يقرا او يبقى تكريم يبقى ديزيرف. اي اور اولد دايز وين وي سات ات ذا سي شاتنج تيل دون. تيل دون يعني حتى الفجر. يعني بفتقد الايام دي بقى ناخد بقى مس. مس يعني توحشه يعني. بتيجي للعاقل وايه؟ وغير العاقل.